الكبيرة عقبة بنت الحسن المعظمة مندوب الجلالة السيدة. شرفنا وجودك معنا اليوم، واسمح لي أن أعطيك إيجاز بسيط عن هذه المبادرة الملكية السامية. مبادرة جذور، مبادرة أطلقها جلالة سيدنا حفظه الله بتمويل من الديوان الملكي الهاشمي العام، ومتابعة حديثة حقيقة من الأخوان في الديوان، وعهد إلى صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية لأن تنفذ هذه المبادرة تحت مظلته بشراكة مهمة مع وزارة الزراعة بهدف زيادة رقعة الأراضي الخضراء وإضفاء بعد بيئي وجمالي وخدمة المنطقة، وهي امتداد ليوم الشجرة الذي أطلقه الملك المؤسس عام 1939، وتكريس للاهتمام بالملك السامي الخاص بجلالة الملك القائد بالشجرة بمختلف أنواعها. كمان في هناك شركاء فرعيين تعاقبوا على هذا المشروع الوطني، فريق التحديات في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، جمعية الشجرة في المرحلة الثالثة، وأخيرا جمعية الملكية لحماية الطبيعة في المرحلة الرابعة. المبادرة بدأ تنفيذها في عام 2012 ومرت في ثلاث مراحل رئيسية، تم تحقيق عدة إنجازات. منها بداية كان المشروع يعتمد على النقل المياه وسط الصهاريج، الحمد لله اليوم لدينا بئر ارتوازي يخدم المشروع. أيضا تم تطوير شركة ري بالتنقيط لخدمة المشروع باعتماد نظام الجاذبية في توزيع المياه. أيضا تم فصل برنامج ري للمساحات الحرجية عن المساحات المزروعة بالأشجار المثمرة. الحمد لله مع نهاية هذه المرحلة سنكون قد طورنا 7600 دونم تم زراعتها بما يزيد عن 250 ألف شجرة حرجية ومثمرة. أيضا في مجال تطوير المبادرة وتنفيذا لتوجهات جلالة سيدنا طال الله عمره بأهمية إدخال الطاقة الصديقة للبيئة، فبحمد الله تم ربط موقع إدارة المشروع على نظام الطاقة الشمسية، وأيضا يجري العمل الآن على تنفيذ دراسة لربط حتى البئر الارتواز عملية ضخ المياه لتكون باستخدام الطاقة الشمسية. تم إدخال زراعة النباتات العطرية النيرمية والزعتر على المشروع، وهذا إن شاء الله سيساعد في تحقيق الاستدامة مستقبلا للمشروع. فيما يتعلق بالمجتمع المحلي، وحقيقة أهلنا في لواء القصر يعني مستهدفين بشكل رئيسي من هذا المشروع، تم تأمين بحمد الله 15 فرصة عمل دائمة اليوم موجودين على كادر هذا المشروع من أبناء المنطقة، وحقيقة هم اللي بيقوموا بتركيب شبكة الري. أيضا يتم توفير 85 فرصة عمل موسمية أثناء مواسم الزراعة. يوفر المشروع حزمة من المنافع الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعاقدنا مع موردي الخدمات في المنطقة لتلبية احتياجات المشروع، إضافة إلى تلبية احتياجات المتطوعين. وأنا هون يعني بسجل اعتزازي بمتطوعين الشباب بكافة المحافظات، إحنا تمكننا بحمد الله من توفير 20,000 فرصة تطوعية ل 20,000 شاب وفتاة من أبناء المنطقة ساهموا في زراعة هذه الغابة.